بسم الله الرحمن الرحيم. عشر كان يحكي سالفين يا جافا سكريبت سيدا HTML كلو قري جري لابد ارتاك دحدة ودى HTML ايه كلوسين HTML كا با جافا سكريبت ايه نوحا لو لح قراء لابد ارتاك ايه كلا سكريبت ايه سلاش سكريبت دا مركسين تكيس كا اما قاب قراء لايه كجافا سكريبت وحاوين اوبنين سكريبت ايه كلوسين سكريبت ودحدة ودى لو قري ويحي جافا سكريبت كوالا مرغورتا HTML كا جافا سكريبت كتينا كو لح قرتو ماشي أظن تعدي كرتها أما قيبت سري هيد كا أما بادي قد حديثا أما بادي قد هستيسا لكن إنت أبو بدن هيد كا لديقا لابقى بالو قراء جاب سكريبت كود كا أما هشتي أمل كا قد حديثا إنا كو قرته قاب كا وحالا وبيلت إن والاو دي سيوية أما حسمين سا جاب سكريبت كا فايل إيادة أو غارة كسو قر هشتي أمل كا نميد غارة كو قر قاب كا نوعة وحالا وإكسترنال وي وفايل بنان كا كسو قرتا أنا قاب كا بيلت إن كان كون مريد دونا وهشتي أمل كا قد حديثا إن لو قراء فكشنال استعمال جافا سكريبت في قرص القرية لو حب أوعى سنة دير قرص بوجين اللي جوجا مدو حل الدوكيمنت دوت رايت منه أليرت مدو لما نسيت تاء قرصة حروف تي أحبك من بدلسي بتنور الدوكيمنت دوت رايت وحسب ما ينسى هيش يعمل بيج كه جزيس وحق قرصة أليرت كي يدو حسب ما ينسى بوكس يربى سوبر بودي وحق له قرية هاي ولا ده دايلوك بوكس والنوع ويسين وكلا أم بريرجينا فيا حسب ما ينسى قرنا جافا سكريبت كنا فدينا عبيد حلوه كم حق قرينه جافا سكريبت waxaan dhaw waxa lagu dhex qoraa laba script dhexdooda script ga opening ka abaar ka soo dadur madan wax ku qoraayo iyo key closing ka slash ma raacaynsa way madan halkan wax ku qoraayo markan waxa isticmaalaya function key aha document dot write kendina bracket ka gudisa wax ku qorisa wixii aad rabtay inuu document ka gudisa ka soo muuqdo salaam waxaan raayna iraada de 4 lagu daray 2.5 كده نسيب غيره وبسيط كان داو فرصة داو حكو سوى قرمي 6.5 وقه 4 لغو داري 2.5 داتها دا اما حكت هاد دير عن دوكمين دو داري دحي داكو قري اما دوكمين تيغ عن كو سوى قري والان برهو ايه نوعيدا كالدوني داتوين كاكو قري كرنو جاب سكريت دحي داو حالا رها داتا تايبس داتا بيض وحن نغان كان عمر كشان تنوع لابد اقو قري والان برهو لان برهو دا عن بوينتيه كتشرين وحالا رها ييغا انتجر كوا اي بوينتيه كتشران وحالا رها فلوتين بوينت إذا فلوت معنى ذا حوين وشيء سبيني محايل بوينتين ويسو بدلاي هذا بميل بوتاقين سوك لو حنكو قري كرنا قراء العادية قراء العادية وحالة لها string هالكي حرف وكمينا وحالة لها character سيد سالان دي دي دو أوكالي و character وي وحان group كاسو سلسو عودة لنا و string وي مارك string إذا لقري مارك وحالة ودح قراء quotation هدي داتة دا قري سنو عدوية هاي داتة أما لو شيء ونقون كرتا سيدا يس ينو مشاركي وقاتي مقادن او باسي مباسين كو نوع سي ايغا وحال راها بوليان بالا راها امر ان بوبسينو داتا تابيدا جافا سكريبت وحكم ذا انتجر او اه لمبر ان بوينت كجيرين فلوتين بوينت لمبر بوينت كجيره سترينج قراءه العاديه كاركتر هل حرف ام هل نمبر بوليان شي لبن ميد ان نوقن كرا واي ان كبدلو ان قرا سترينج عاديه وحرا ان ارا تسالاهان مغايغو وعلي way madam string aan qorayo waan ku soo dhex qoro calaamadii quotation ka way save dhe kadibna refresh way saaka aragto halka waxa igu soo qormay magacay waa Cali una fiirso html kana wax html ma aan qorin waxa wax documentigana gudisa ku soo qoraayo waa function iski javascript iga markaan isticmaalo marka tii kale ahayd alertiga waxaan leena alert bracket soo fur soo xir bracket ka marka gudisa waxa doonto ku soo qoro معاميش يا محرر انا اوغيسيو انا ايكا غاران قيمة الميس بغل كي لاتنو عن سمينا باي سيف ده دوكومنت دو رأي داي وحي سمينا سي دوكومنت يو قديسي وحكو غريسي تنا اعان فيرنا وحي سمينا سو ايه ساكا عرقتو قده وحكو مغريسي وحي سمينا سا بوكس يربا سو بو داي وفرين تي اهيد كا غار قيمة الميس لاتن بغل كي باه اكا موغتو مارك بوكس كنو عانا سو بو داي وحالا رها دايلوغ بوكس بالا رها maanta idil waxaan sameeynaa marka html ka inuu gudiso inaan wax ku qorno ka warna hadaar inuu fayl gaar oo external inaan ku soo qorno salaahan intan alert ah waxaan rabaa fayl gaar inaan ku soo qoro kadina documentigeega kan gudiso ay ka soo muuqato waxaan sameeynaa way fududahay waxaan sameeynaa fayl cusub soo sameey way waxaan dhaadaa right click meel banaan kadina new text ga san samalna notepad ka faylkayga waxaan u bixinayaa ogeysiiso kale ayo soo furay waxaan ku dhex qoray
فانكشنكي اها alert فاي واحد ربع يدي منو اه فيل كان ذا اوفير ست عدير ما يعا قدام بي ماشا ودوت تكست وين فماشا قدام اسمك وحال ربا ان نغطي اكستنشن كان نوع عاسة دوت جي اس سيدي هش يعمل قدام بيجر دوت هش يعمل ثوان قدام بي دوت جي اس ساو قبل دينا مركا اكستنشن كا وحان لايا فيل كدينا سيف اس كلي وحان بدلا يا ماشا دوت كدام بيسا وحان كدقا يا دوت جي اس كدينا وحان لايا هاي سيف ده هذا كلي وحان سميني فايل ده او في سي ستوت جي اس بان سو سمي كدنا حق سو غرا فانكشن كي اها اليرت هذا لو فايل بان سو سمي سن فايل ده او في سي ستوت جي اس او جافا سكريبت اه يا فايل كلو توكل ده اتش تي ام ال اه او اتش تي ام ال بيج كان اه طبعا لكن ولي اسكو ما خيرين وحرا ماركا وخي فايل كان او في سي ستوت جي اس قرن او اليرت كا اه انه هلكن كسو موقدو فايل كا اتش تي ام ال كا كسو لابا waa si aan marka labada fayl isugu xirno waxaan sameynaynaa faylkeena HTML ka meesha scriptiga ku qornayd scriptiga hore t da meesha ku xigta waxa dhaysa src kadibna equal src macnaheedu waxa weeye HTML waxa jira fayl la dhaho oasis.js halka ka soo gal halkaas source ah waaye marka anaga da source waxaanu ah faylkii aha oasis.js javascript gana kaas ku qoraya oasis.js ma daama qoraal caadi u yahay waana quotation ku dhex qoro ومعناه ده يلا ودي فايل واسكو حرق سيف عندها سيف عندها هي هاي ريفريش ده مركب وفيرسا مسيس كان دير سوب بودي كومات احقرنا فايل كان هيش تي ام ال كاه او حقوقنا فايل اكسترنال كاه لكن ما كسو حرق فورتن كسو حرين انا ومحي انت فاين استعمالنا ويسوك لو انا حسوسناته هداينا ما صارش عمي مارك افكشن سكور يسو باين السيدة تعاو انا حوك بدلين وحي موليتر انا موليتر كور وحي كابيتال انا كابيتال كور هاو كان نوع عصو حالو لأي كيس سوى كلا جاب سكريبت هدي سبيس يا ابرنا يسيسو اما سرع سوى اتراحو حوك مصو قايسو سيدة انا اورانو كلاك سوى قايسا واحد جلو قدن بين واحد الفاريبل فاريبل كو حوين داتون كي قاهر انقور انو اسبي بدلان انا دا تراحيب الكسماي وكل شيء حقيقة نوع عصي اسبي دلي ميسو لكن كورنا دارت انا ترى هذا قبل دادي سوى لا تنجير سنة بعد ده بسيط كان لا تنجير بكوس كما سيقوط نان كرتو اما شيء قيمي سوى سيال دولار بلك بعد سيال دولار ما هاني بس ببدل ايا جاب سكريبت يا مارك شيغا مارك اقبار تارت انا اوشيبت انو يا باريبل وحال سمية كي ويل بالي سعال على اري ردوه بار وبار جر اما باريبل لغو سوى قابي اكتيفتي يربان لنو ديري وحال نيري وحال سمية سا باريبل لدوه ديكلير معنى لحو سمية وي وحال سمية سا باريبل لدوه شيء سوى بدل ايا لدوه بي fiidana da barays baa loo soo gaabiyay macnaheedu waxa sheegay magaciisa hadda waa PW qiimisana waxa ka dhigtaa 8 kan dhig way fududahay way HTML kan nagu soo celi waxa la yahay marka variable inoo sameeyo la dhaho var madama barays laga hadlay B baan bixinayna waxa doonta aan bixin kartaa ABC XY baan bixin kadaa laakiin wax macna sameeynaa oo bixi calaana sanad waa $8 weyn waxaan ka faa'iideyna marka waxa ka faa'iideysa hadii aad rabto inaad macaamiishaada u sheegto in sheegan qiimisu inta yahay فلان حتى انا ترى هذا قيمه و هل كان لمبر قوري لها وقورتو يسبدل ان بدلي لها كليا وحالا قيمه هو كدن وكدر كيا كدن قيمها الشيء اتاقا ما شيء هذا سالان قيمة شيء نمر بحا اتاقا حرف ك P و variable كان علينا مركة سالان P بعد هاي سالان بحي B اي نغطة بو هل كان نقان هيا مركة فايل كان ماشا دون تجو كر جوغ اما هوس جوغ ميل ربو B دن ومحايا هل كان ميل كليا سيدي دان سوى بدلا يا كدن ويسبدلي سالان فرطة المر انفيرنا refresh ده قدر فايل كانوا ام حيالكم حقو قرن سديد انا سو بدل marka ماشن بي ده بدل معايا كلي واحد بدل ايا بي القيمه هذه كوي تمام وكلا كدي ويب سايت كاي كسو نقه ماشي واركتها ويتبدل شيء وحنا نوتي كوي تمام واي marka لبدل هدنا وح كدغتا 9 واي مر ولا ام حي بي ده وسبب بدل معناها دي هي قيمها وحنا نو هيو انه كيدنا يا حرف كان بي ده انه كيدنا اي واي ما دام فاريبل كان بي ده هو نو كيدنايو فاريبل كغورت اللي قيحه وحال دها وا انفيسيبل ستورج وا ميل وح كيديه وهدنا اموقن هاديسكي يمي مر عادي كو موقناي ما اها اي وسي وح كو كيدنا هدنا ان الاركين وي ما بي ده يو وش لمده ما دام اسبدليسو او فيل كان اسبدلاي جاب سكريبت وح كان وح كيسا دايناميك شي وام حي لا جان قادي هدا وح اسبدلا وما بهني مانتو ادل ان اقيمنا سو بدلي
waa imtixaanka ugu dambeeyay, bejka ugu dambeeyay satellite ka ICT-ga meel la bixinayo ee qaabkan oo kala bixinaysa xafiiska khadmadaha samalada network administrator baa laga rabay. Waa kuwa hal mar kuwa isticmaalo JavaScript kuwa kala wada xafiiska waxa jeeba nadi ka saddexaad baa saxan si labada script dhexda ku wadaan. Waa JavaScript loo qaabaa loo qori karaa oo kala ah inaad HTML gudihiisa ku qorto waa built-in iyo inaad maxaan ku raadaa fayl gaara kusoo qorto oo banaanka ka ah oo external kadib aad isku soo xidho. Waa marka la isku soo xirayo waxaa la sameeyaa waxaa la isticmaalaa src. src na waxaa loo soo gaabiyay source, macnaheedu waxa faylkaas baa source u ah ama meesha laga soo qaadayo. Hadda tusaale ahaan marka isku xirayna waxaan sameynaynaa d baa saxan, waxaan rabaa scriptiga hore sideedu inay ku qoran tahay src equal kadibna faylka magaciisa oo dhamaystiran oo js ay la socoto iyo quotationkii .js waa extension ka javascript waaye, faylasheeda ugu dambeynaya waaye. Faylkan haddii la dhaho bishaaro waa lamid waaye, tusaale ahaan macaamiisha rabta xartaan ugu bishaareyso in qiimo dhimis aad sameysay waxaa sax ah ee kuwa kale waxba ka khaldan waaye. Websitekan haddii hello world uu ku qoran yahay alert lama isticmaalna, waxaa la isticmaalaa functionka ah document. Qaabka saxdaana waa c weeye, waxaa la document.read inay small letter ku wada qoran tahay, hello world maadaama ay tahay string ama qoraal caadi ahna in quotation ay ku qoran tahay waaye. kan haddii messenger baa soo booday welcome ku qoran tahay, macnaheedu waxa weeye document write lama isticmaalin, waxaa la isticmaalay alert. Alert waa small letter ku qoran tahay, welcome na waa maxay, waa in quotation ku dhex jira maadaama string uu yahay. Hada wabillahi tawfiq.